أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اتهمت اللجنة الرئاسية لتطبيع الأوضاع في تعز أبو العباس بمخالفة قواعد وقوانين العمل العسكري، وذلك على خلفية إصداره تعميما لأفراده بالخروج من المدينة. وأكدت اللجنة أن ذلك التعميم لا يساهم مطلقا بحل الإشكالات القائمة، بل يفاقمها ويؤثر بشكل سلبي على أداء أعمالها وإنجاز باقي الخطوات المتفق عليها، بما فيها عودة مؤسسات الدولة. ودعت اللجنة الرئاسية إلى مواصلة العمل والتعاون معها لإنجاز ما تبقى من خطوات وأعمال تم الاتفاق عليها. نتوقف عند هذا التطور لنناقشه في محورين: ما الذي يسعى إليه أبو العباس من وراء الإعلان عن مغادرة المدينة، وما التبعات المترتبة على ذلك، ولماذا تعترض اللجنة الرئاسية والسلطة المحلية وقيادة الجيش على مغادرته المدينة؟ تعميم اللجنة الرئاسية جاء بعد يوم واحد من إصدار السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الرابعة بيانات تطالب أبو العباس بالعدول عن دعوته لأتباعه بالمغادرة. وكان قرار أبو العباس هذا قد أثار حفيظة الكثيرين الذين يرون أن هذا الإعلان قد يكون وراءه سعي لإعادة نشر كتائبه المسلحة في مواقع جديدة. نبدأ النقاش بعد التقرير. في قلب التحركات الهادفة إلى فرض الاستقرار والأمن في مدينة تعز، خرج قائد كتائب أبو العباس العقيد عادل عبد فارع ببيان طالب فيه عناصره بالانسحاب من المدينة حفاظا على دماء المسلمين، ومتذرعا بعدم قيام الطرف الآخر وهو الجيش الوطني بتسليم المرافق إلى السلطة المحلية كما تفعل كتائبه. اللجنة الرئاسية تفاجأت بصدور هذا البيان وعبرت عن استغرابها من هذا التعميم الذي لا ينتمي إلى ثقافة المؤسسة العسكرية ويخالف قواعد وقوانين العمل العسكري ويتجاوز التراتبية ولا يساهم مطلقا بحل الإشكالية القائمة، بل يفاقمها ويؤثر بشكل سلبي على أداء أعمال اللجنة الرئاسية وإنجاز بقية الخطوات المتفق عليها بما فيها من عودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار ونزع فتيل التوتر. أكثر ما لفت نظر المراقبين أن كل من محافظ محافظة تعز أمين أحمد محمود وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن محمد أصدر وبالتزامن تقريبا مع بيان أبي العباس أمرين عملياتيين منفصلين لأبي العباس بالعدول عن قراره الانسحاب من مدينة تعز، ويعددان فيهما مناقبه وباعه الطويل هو وكتائبه في محاربة الحوثيين وتحرير تعز، ومتعهدين بتأمين الحماية له ولعناصره وعوائلهم في المدينة. مسرحية سيئة الإخراج كما وصفها هؤلاء المراقبون الذين رأوا في تحركات كهذه مناورات مكشوفة هدفها الأساس هو الالتفاف على مهمة اللجنة الرئاسية وتأمين الحصانة للكتائب التي شكلت على مدى السنوات الماضية مظلة لنشاط فرق الاغتيالات الإرهابية المتصلة بالأجندة الإنقلابية. ثمة محاولة لتكريس ثنائية جديدة للصراع السياسي والعقائدي في مدينة تعز المعروفة بمجتمعها المتصالح، هدفها تأمين الذريعة لضرب الكتلة الوطنية الصلبة الحاملة للمشروع الوطني والمساندة للسلطة الشرعية في هذه المحافظة. هذا ما استنتجه المراقبون من مغزى ربط أبو العباس قراره الانسحاب من تعز بحزب الإصلاح، كما لو كانت معركته الأخيرة في هذه المدينة مع الإصلاح وليس مع الجيش الوطني والحملات الأمنية المتتالية على معاقله في المدينة. رد الإصلاح على بيان أبو العباس ببيان مماثل أوضح فيه أنه حزب سياسي مدني يعمل بأدوات سياسية ولا يملك أي ميليشيا أو تشكيلات عسكرية، واصفا ما جاء في بيان أبو العباس بالتهم الكيدية التي تهدف إلى تحويل المعركة من معركة الدولة لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين أمنيا إلى صراع بين أطراف. أشكر كل من ساهم بإعادة الروح لتعز. مهمة التحرير الثاني لتعز نجحت تقريبا، فالجيش الوطني أضعف إلى حد كبير الوصاية الأمنية المفروضة من الخارج، لكن المحاولات الجديدة لإعادة تموضع كتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا قد تجلب معها المزيد من المتاعب التي لا تحتاجها مدينة تعز خلال المرحلة المقبلة. أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. ينضم إلينا من تعز النقيب أسامة الشرعبي رئيس دائرة الإعلام الأمني. أهلا بك سيادة النقيب. أهلا وسهلا بك. وأيضا أرحب بالأستاذ عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا أيضا من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي.
أبدأ النقاش مع النقيب أسامة الشرعبي. بداية لو تطلعنا عن جديد الوضع الأمني في المحافظة، عملية الاستلام والتسليم للمواقع داخل المدينة، إلى أين وصلت عملية الاستلام والتسليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله مساءكم وكل مشاهديكم بالخير. بالنسبة للوضع الأمني بشكل عام، بحمد الله وبفضل الجهود المبذولة مؤخرا يعني يشهد نوع من الاستقرار. قضية الاستلام والتسليم أعتقد كان بقي منتزه نادي تعز. أعلنت اللجنة الرئاسية عن تسليمها يوم الجمعة الماضية قبل يوم أمس، يعني تم استلام كافة المواقع المحددة بالأمر الصادر من رئيس اللجنة الأمنية الأخ محافظ المحافظة، وما اتفقت عليه اللجنة الرئاسية المشكلة لحل النزاع في تعز وتهدية الأوضاع. أيضا يوم أمس يعني تم إكمال يعني انتشار واستلام المواقع في باب موسى والباب الكبير والمنازل التي كانت مترس عليها مسلحون ونشر قوات أمنية. إذن سلمت جميع المواقع داخل المدينة، يعني ربما يمكن القول أنه انتهى عمل اللجنة الرئاسية؟ عمل اللجنة الرئاسية هو حدد بعدة أوامر وتوجيهات، أعتقد أنه لم ينتهي بعد. هناك عملية انتشار مستمرة، هناك مستجدات، يعني البيان الصادر عن أبو العباس وقضية الخروج هذا يستدعي من اللجنة الرئاسية أن تقوم بواجبها ويعني تتحاور مع الأطراف وتنظر يعني أبعد المشكلة. قرار اللجنة الرئاسية هو قرار فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو الذي يحدد انتهاءها من عدمه. طيب إلى أي حد أربك بيان أبو العباس المشهد، وكيف تنظرون في السلطة المحلية إلى ما جاء في هذا البيان باعتقادكم؟ لماذا يدعو أبو العباس مسلحي لمغادرة تعز بدلا من البقاء وانتظار مقررات وما ستتفق عليه اللجنة الرئاسية بشأن توزيع المسلحين سواء داخل المدينة أو في جبهة الخارجية للمدينة؟ قبل أن نتحدث في هذا الجانب يجب لا ننسى أن تعز وقبل حدوث المشكلة التي حصلت مؤخرا كان هناك ترتيبات، يعني وما زالت ترتيبات لاستكمال عملية التحرير وبسط الأمن والاستقرار داخل المدينة. أيضا كان لدينا وما زالت لجنة هيكلة هي يعني مسؤولة عن ضبط وضع التشكيلات العسكرية وضبطها وفق معايير مهنية. أعتقد إصدار تعميم كهذا هو إرباك، وفاجأنا يعني بشكل كبير، تفاجأنا منه جميعا. وأيضا هو يعني تجاوز، وإذا يعني إذا كان هذه تشكيل مسلح يتبع الجيش يفترض فيه التراتبية والتسلسل القيادي، والتشكيلات المسلحة التابعة للجيش لا تتحرك إلا بموجب أوامر عملياتية. طبعا فور صدور التعميم كان هناك ردود أفعال. المنطقة الرابعة أصدرت أمر عملياتي، أيضا محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بنفس الوقت أصدر يعني أمر عملياتي لأبو العباس وكتائبه بعدم التحرك، لأن هذا يخالف العرف العسكري بشكل عام. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، بداية قراءتك لبيان أبو العباس الخاص بمغادرة مسلحي تعز. أعتقد أولا أن مسألة المغادرة كما قال الأخ الناطق باسم اللجنة الأمنية والأمن في تعز، أن المسألة مرتبطة بأمر عملياتي أولا، هذا من جانب، كجهة عسكرية. اثنين، اللجنة التي شكلت من أعلى سلطة في البلد،
من الأخ رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. الجانب الأهم في المسألة أن حركة قوات أو بشكل كامل انسحاب أو بقاء مرتبطا بالمسألة العملياتية بما تقر أركان المحور واللواء التي تتبعه هذه القوات. هنالك خطة، هنالك أمر عملياتي يقتضي البقاء أو الانتقال بموقفه. مع من ظاهر البيان أظهر لنا أن هناك قبيلة تقاتل اسمها يعني كتائب أبو العباس، وليست وحدة عسكرية منضبطة بها أفراد ضباط يتبعون محور وقيادة. وهذا الفرق بين الجيش وما نسميها القوى المسلحة. الجيش هو الجماعة المنضبطة المنتظمة التي لها تراتب، التي تتبع قيادات متدرجة. تنتحب إلى أين؟ أن يقرب المقاتلين مع عوائدهم من المحافظة. هذه عملية مجموعة ما مبررها. أيضا هل جماعة أبو العباس كلها أصبحت أو ما يسمى بكتائب أبو العباس في سعيد كلها مطلوبة عقليا؟ المطلوبين أمنيا ليسوا من الكتائب فقط، من أغلب الوحدات، وأيضا وربما من مواطنين ليسوا ضمن الجيش، وكما سلموا من بقية الوحدات أيضا سوف يقضى عليهم ما قضى على هؤلاء. العدد المطلوب لا يتجاوز 20 إلى 30 شخص من تعب كلها. فلماذا بالذات تخرج كتائب أبو العباس وتدعي أنها فقدت الأمان وتطالب بالأمان في حين مأجرة تسليم مواقع كانت في أيدي ألوية مختلفة، منها اللواء 22 وهو لواء عسكري، وأيضا مجموعات أخرى وشملت المدينة وقد ربما تشمل أماكن أخرى يعني قبل يوم طيب. أجرة تسليم مواقع. طيب أستاذ عبد الهادي، بما أنك تطرقت إلى موضوع الانضباط والالتزام كمتابع أيضا، كيف تنظر لإجراءات اللجنة الرئاسية والجهود التي تقوم بها داخل المحافظة من خلال عملية الاستلام والتسليم للمواقع العسكرية؟ هل جميع الأطراف التزمت وسلمت المواقع التي تحت سيطرتها؟ أعتقد أن اللجنة تمتلك سلطة عليا بحكم أنها شكلت من فخامة الأخ رئيس الجمهورية أولا، وهي ما وصلت إلى حد استلام مقر كامل من اللواء 22 وهو نادي سعيد السياحي. فمعنى ذلك أن اللجنة إلى الآن والمواقع المطلوبة، لكن تبقى قضايا أمنية أخرى. هذه من مهام اللجنة واللجنة الأمنية. مهمة اللجنة تطبيع الأوضاع في سعيد وإعادة انتظامها بشكل كلي. في سعيد جرت انتشارات وانسحابات على مدى طويل مما أدى إلى خروج العملية من سعيد إلى الرئاسة أو إلى القائد الأعلى، وبالتالي هذه الأوامر تجاوزت السلطة المحلية، تجاوزت قيادة المحور، لأن التكليف آت من أعلى القوات المسلحة. طيب أعود للنقيب أسامة الشرعبي، أشرت إلى أمرين عملياتيين ربما للمنطقة الرابعة وأيضا لمحافظة تعز لكتائب أبو العباس بعدم المغادرة. هل تم الالتزام بهذه الأوامر عملياتية؟ لأن هناك أخبار تتحدث عن مغادرة ربما فوج أول من المسلحين ووصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن. أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص عن قضية مغادرة تشكيلات مسلحة أو شيء من هذا القبيل إلى الآن؟ أعتقد أن هناك تواصلات ويعني مشاورات و لقاءات بشأن استيعاب هذا الموضوع. طيب يدور السؤال الآن، لماذا اعتراض السلطة المحلية وقيادة الجيش على قرار مغادرة كتائب أبو العباس؟ أنا قلت لك بداية أنه الاعتراض أولا هو بسبب تجاوز التسلسل القيادي للأوامر العسكرية، هذا شيء لأنه هذا أمر يعد مخالفا. أيضا
ما ورد في البيان هي دعوة لمغادرة الكتائب وأسرهم وكذا. طبعا نحن نعمل، والأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية منذ تعيينه نعمل على تطبيع الأوضاع وتأمين الناس وإعادة الحياة في مدينة تعز. فمن غير المعقول والمقبول أن نقبل أن يعني حتى وإن كانوا من خارج التشكيلة المسلحة أن ناح يعني مجموعة من الناس تنزح لأسباب متعلقة بأطراف أو نزاعات داخل محافظة تعز. من المسؤولية علينا نحن كقيادة سلطة محلية وسلطة أمنية أنه نقف بمسؤولية أمام هذا الموضوع ونستوعبه ونحل إشكاليته ونتحمل مسؤوليتنا في حماية الناس والمكونات بكافة أطيافهم. هذا الشيء الثاني. طيب سأعود لك لمناقشة بشيء من التفصيل هذه التخوفات من مغادرة أبو العباس ومسلحيه للمدينة، لكن بعد أن نستمع لرأي الأستاذ عبد الهادي العزعزي فيما يخص رؤيته حول اعتراض السلطة المحلية وقيادة الجيش الوطني على المغادرة، برأيك لماذا تعترض؟ وأبو العباس هو وضح في بيانه أسباب المغادرة، ربما النقطة الأبرز كما جاء في البيان لمنع الاقتتال الداخلي داخل المدينة ولتجنيبها الصراع كما قال. أعتقد أن المبررة في المغادرة ليست منطقية أولا وجملة وتفصيلا باعتبار المباني التي أصبح أبو العباس هم عناصر في الجيش الوطني يتقاضون رواتب يحملون أرقاما عسكرية، هم كتائب تتبع اللواء 35 وبالتالي كانت متواجدة في المدينة مسيطرة على مساحة جغرافية. تحت هذا المنطق لو أن كل لواء تمنطق بهذه المسألة المناطق التي أحررها أعتبرها دولة خاصة بي، وعندما يطلب تسليم هذه الدولة أقول أنا سوف أغادر المكان، وبالتالي هنا أصبحت أنت كأنك تقاتل بطريقة العانة القبلية. هذه أشبه بالجيوش القبلية في الدستور الوسطى، أنا أغادر المكان أنا وأفراد قبائلي، هذه مسألة لا تقصد في مسائل الجيوش. وبالتالي السلطة المحلية هنا اعتراضها على مسألة المغادرة، مسألة المغادرة يجب أن تحدد في نطاق جغرافي في ظل المحافظة. هؤلاء محسوبون ضمن قوة محور تعز وضمن لواء محدد، وبالتالي يجب أن يكون هناك أمر عملياتي بانتقال المقاتلين لا لكنا في غزوة حنين ولا في بقية. يعني المسألة كما واجه هوازن وثقيل المسألة أبقى بكثير. نحن نتكلم عن دولة وعن جيش وطني وعن سيادة وعن أمر وعن تراتبية وعن سلطة شرعية تسعى إلى استعادة الدولة تحت استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. هل هم تسعى إلى استعادة الدولة أم إلى ديولات؟ وكل منا استجد مكانا حررته فأصبحت صاحب استحقاق به أو أملكه بالمطلق. هذا جزء من مسألة المطلوبون في تعز ليسوا من السلفيين فقط أو متكاتب أبو العباس من أكثر من مكان، وبالتالي هنا قضايا أمنية مسؤولية المحافظة. طيب لكن طالما طيب خلال الفترة الماضية كانت هناك الكثير جولات ربما من الصراع والفوضى داخل المدينة بين الأطراف المسلحة داخل المدينة سواء كتائب أبو العباس أو قيادة الجيش الوطني، هل بخروج كتائب أبو العباس ربما تخف هذه الوتيرة وتشهد المدينة استقرار أكثر ربما، وهذا يتفق مع سياق ما جاء في البيان أنه يجنب المدينة أي جولات من النزاع والصراع داخل المدينة؟ أن تغادر وحدات من الجيش كأفراد، لكن أن يغادر الناس بعوائلهم هذه ظاهرة خطيرة. أن يغادر هؤلاء خارج المدينة خارج السكن أو خارج الجملة الحضرية للمدينة، هناك جبهات مشتعلة في أطراف المحافظة شرقا وغربا، هذا يقتضي أمر عملياتي من غرفة عمليات تعز مع غرفة عمليات المنطقة الرابعة مع القيادة العليا للقوات المسلحة. نحن نتكلم عن هرمية بسبب الفشل الذي حدث
والصراعات والتدخلات المختلفة أدت إلى تدخل رئاسة يتبعون الجمهورية اليمنية يتبعون وزارة الدفاع وهيئة الأركان والجمهورية اليمنية التي رئيسها فخامة الأخ عبد الرب منصور. وبالتالي هو من أصدر الأمر، هو من شكل اللجنة، من حدد هذه المعالجات. لا أعتقد أن إخراج معينة استبدال هذه جماعة أخرى، المسألة ليست استبدال، سلمت هذه المواقع سلمت إلى قوات الأمن الخاصة وهي تتبع وزارة الداخلية وليس الدفاع، كما سلمت إلى الأمن العام وبالتالي سلمت إلى إدارة الشرطة التي مسؤوليتها العام فرض السيطرة داخل المناطق المحررة وتطبيع الحياة. أما المسألة إما أن أقول أو لا أقول مرة واحدة بهذا الشكل، هذا يذكرنا بالسياسة القبلية وبآلية التنظيم. وبالتالي كلما قيل عن مسألة تمت المقاومة بالجيش وإعادة الهيكلة في تحت فالكلام غير واقعي. إذا جرى انسحاب خارج تعز أو بأوامرها كما تريد هي. طيب أختم مع النقيب أسامة الشرعبي. سيادة النقيب، من وجهة نظر أمنية ربما من قرأ بيان أبو العباس قد يتفق مع المبرر الذي طرحه ونحن نناقش التخوفات، أنه ربما مغادرة الكتائب والمسلحين قد تعمل على استقرار الوضع الأمني داخل المحافظة. أخي العزيز، نحن يجب أن نقول ونحن مضينا في هذا واجتماعات اللجنة الأمنية يعني ناقشت هذا الأمر يعني في أكثر من اجتماع، قضية إخراج التشكيلات المسلحة من داخل المدينة وإتاحة المجال للأجهزة الأمنية للقيام بدورها. هذا أمر متفق عليه بين قيادة تعز السياسية والعسكرية والأمنية. يعني مبرر أن خروج المسلحين يعني قد يعني يحقن الدماء أو يستنفي سباب الوضع، نعم ونحن طالبنا، ولكن ليست يعني تشكيلات معينة أو يعني تابعة لجهة معينة. نحن لدينا خطة يعني تسعى فيها قيادة اللجنة الأمنية برئاسة الأخ محافظ المحافظة وعضوية القادة العسكريين والأمنيين إلى إخراج كافة التشكيلات المسلحة التابعة إلى الجيش وتفريغها للجبهات في إطار خطة استكمال تحرير المحافظة. هذا أمر سيأتي في أوانه وبموجب خطة وأوامر عملياتية ستصدر إلى هذه التشكيلات وفق إجراءات متسلسلة وترتيب متزامن مع الجهات الأمنية التي ستحل محل هذه التشكيلات، لأنه لا يمكن أبدا أن تخرج هذه التشكيلات وتبقى المدينة أو الأماكن التي كانت تنتشر فيها القوات المسلحة يعني تعاني الفراغ الأمني. هناك تنسيق، هناك لجنة أمنية برئاسة الأخ المحافظ يعني هي من تدرس وتزمن وستشرف على تنفيذ هذا الإجراء. أشكرك جزيلا نقيب أسامة الشرعبي رئيس دائرة الإعلام الأمني، كنت معنا من تعز. سؤال أخير أستاذ عبد الهادي العزعزي، ببدء خروج مسلحي كتائب أبو العباس وبعد هذا البيان حتى اللحظة يبدو أنه لا تراجع في الموقف، كيف تقرأ مستقبل ودور كتائب أبو العباس وأبو العباس في المشهد القادم؟ أنا كنت واضحا أن المسألة هي خدش في مسألة هيكلة الجيش في تعز. إذا بالمقاتلين الذين يتبعون الكتائب وعائلاتهم وأسلحتهم إلى أي المحافظة التي سوف تقبل انتقال مدنيين لعوائلهم بأسلحتهم، هناك أسلحة متوسطة خفيفة ثقيلة في الكتائب مسلحة، أن يتحرك الناس بأسلحتهم الشخصية للانتقال مثلا إلى عدن أو غيرها، هذا يحتاج تنسيق، تحتاج خطة عملياتية. لكن يبقى السؤال الأهم هو ما هي بقية الخطوات التي مكلفة بها اللجنة الأمنية في تعز في قضايا المقبوضين، قضايا جرائم، قضايا احتلالات أمنية. الجيش عادة لا يراهن عليه في المسائل الأمنية كثيرا، الجيش يطلب منه التدخل متى اختلت الأمور، لكن في محافظة بها جهاز أمني مقوم من 13 عنصر
وبكامل قوامه بقوات امن مركزي، وهي من تستولي من تمارس عمليه تطبيع الحياه وتقوم بمهامها حسب القوانين النافذه. هذه المساله تحتاج تدخل مباشر من القائد الاعلى للقوات المسلحه يحدد هذا المسار والمطرح. حركه الجيوش لا تتم الا باوامر عملياتيه واضحه. اذا هذه المساله قد تبدو انها تقدم لقرارات رئاسه الجمهوريه او اشبه بحاله تمرد اذا جرت بهذا الشكل، اذا قسناها على هذا القياس يبدو ان هناك نوع من اللغط او نوع خل وعدم فهم بهذا الشكل وما هو المطلوب منها. والسلطه المحليه والامن لدرجه اساسيه مسؤولين عن تامين الناس، هذه مناطق تحت سيطرتهم هم المسؤولين عن تامينها. اذا عرفت قوه الامن يتم استعانة بالتشكيلات العسكرية بشكل مؤقت إلى أن تستقل على أجل تسليمها للأمن. أشكرك جزيلا عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز، شكرا لك. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة زميل مهرب المجد، في أمان الله.